السلام عليكم شباب، قولوا لي شنو رايكم اذا اجاكم واحد وقال لكم شنو اسم امك؟ ايش راح تسوي؟ يعني شلون مثلا؟ ها؟ شلون مثلا؟ شنو شلون مثلا؟ وضح يعني شلون وضح؟ يعني شنو اسم امك؟ انت هم شنو اسم امك؟ صدق؟ ايش خلى اقول لك شنو اسم امك؟ خلينا نروح نشوفهم شنو؟ ليش لا؟ اه شوف الناس؟ خلينا نشوف الناس مو قبل انقتل. لا عادي عادي يلا يلا. السلام عليكم. شلونكم؟ شلون الصحة؟ بلا زحمة، ممكن سؤال؟ شنو اسم امك؟ شلون؟ ليش هذا السؤال؟ شنو اسمه؟ ها؟ ليش هذا السؤال؟ يعني مجرد سؤال حبيت اساله. يعني لك غاية بهذا السؤال؟ لا مو لغاية بس يعني اريد اشوف. سؤالي اقول لك. اه ليش تضربني ليش؟ بس تقول لي شنو اسم امك؟ بس بابا دراح دراح. شو هذا البايخ؟ شو لك علاقتك؟ لا مو على هالشيء. لا ماكو ماكو. روح روح روح. ليش صوت شرفك بس بس قول بس قول شنو الغايه؟ مو على مو الغايه يعني سجلنا. لا قلت لك شنو اسم ابوك ما راح تقول لي. اي اسم ابوي شنو تسال على والدك؟ اسم امك شنو؟ اسم اختك شنو؟ والله عادي انا اقول لك ما عندي مشكله. انت ما اقدر احكي. لا لا مو لهالدرجه. شنو الغايه؟ بس قل. انا مو الغايه مو الغايه جرت سؤال. روح كفى شر حبر هالليله على خير امشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. ممكن سؤال؟ جواب. شو اسم امك؟ شلون؟ شو اسمه؟ تعرفني؟ لا مو اعرفك بس لحظة. شلون؟ لحظة بدي احكي وياك بس نزيدك اول مرة. تعرفني انت؟ مو قصة تعرفك بس تعرف امي؟ مو اعرف امي. لا شنو هاي شو اسم امك؟ يعني سؤال ده اسالك بس. لا تسال بابا لا تسال يلا. بس لا تسال بس لا تسال يلا يلا حافظ على نفسك يلا جر من النادي. بدي احكي وياك. يلا جر من النادي احكي وياك. بس هدي احكي وياك. ايش بك انت بابا؟ ما في شيء بس جاوي احد دازك عليه. مو واحد دازني عليك راح اقول لك هسه سالفه. شنو اسمه؟ قول لي شو اسمه امي اقول لك عادي اسمه. هاي انت مو انا يلا جر منه. زين هسه شنو الفرق يعني؟ راح اقفل وجهك عاد كافي روح. زين شنو الفرق هسه؟ روح عاد. هسه شنو يعني؟ روح عاد. لا يعني شنو؟ بدك تصير بطل يعني هسه انت؟ لك مو بطل دراح. This is Sparta! روح بطل شنو؟ راح اقفل وجهك ده اقول لك. يلا روح روح. هسه شنو بدك تصير بطل؟ روح حبيبي روح. ها قد انت؟ مو قصة قد هاي؟ قد مو قد قد هاي؟ لا تعيدها بعد ماشي؟ بس انا ما قلت لك لا تعيدها بعد لا تتجاوز. السلام عليكم. اهلا اهلا. شلونك اخوي؟ اخوي اهلا بك. اهلا اهلا بك. ممكن سؤال؟ تفضل. يعني سؤال واحد بس. اي شنو اسم امك؟ شنو المال الزفرة؟ شنو المال الزفرة؟ ها؟ لا مو سؤال والله مجرد سؤال. والله مجرد سؤال بشرفك. لا انت من دازك. والله ما حد دازني. من دازك. وجهي وجهي من دازك. والله ما حد دازني. والله العظيم ما حد دازني بس سؤال يعني واحد. والله سؤال. لا تروح. لا الله عليك. الله عليك. الله يخليه ملك. لا اضربك ترى. بس قول ايش اسمه. الله عليك شرف. لا الله عليك بس واحد بس سؤال واحد. لا 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 شرفك الله عليك. اخ اخ اخي ايدي ايدك توجعي. اخ بس قول ايش اسمه. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. بس سؤال. جواب. شو اسم امك؟ امي؟ ايه. امي يعني؟ بس سؤال بس لا تتعصب وقف. انا مو عصبي لا عادي بس تعالي جاي. لا بس سؤال. لا تعالي لي جاي. ايه. شنو؟ شنو بس اسم امك شنو؟ اوقف لا لا عليك بس. شنو اسم امك؟ بس اوقف. ترى جعصك. ادري والله. فليش لك وجهك؟ اي بس اوقف. هذا وجهك بس اوقف. شلونك؟ الله يسلمك. الله يخليك. ممكن سؤال؟ جواب. شنو اسم امك؟ ها؟ شنو اسم امك؟ شو فيك؟ ما تستحل على سؤالك؟ ها؟ ما تستحل على سؤالك؟ ليش استحي؟ هو هذا السؤال بشرفك. يعني بس اريد اعرف شنو اسم امك؟ شكو بيها؟ يعني مثلا شو تريد تتزوجها؟ لا مو اتزوجها بس اريد اعرف. لا شنو هذا السؤال جاي؟ بس اريد اعرف شنو اسم امك؟ اخوي هذا السؤال بايخ اصلا. ليش؟ يعني شكو بيها؟ زين ما قلت لك شنو اسم ابوك مو تقول لي؟ اسم ابويا وين؟ اسم امي وين؟ شنو ما تفتخر باسم امك؟ ها؟ ما تفتخر باسم امك؟ على راسي بس خو ما تتسلني على اسم امي. ليش شكو بي انا عراقي؟ ها؟ انا عراقي؟ على نفسك خويا بس ما تتسلني على اسم امي. شكو بي يعني؟ يعني هسه انت شنو؟ يعني هسه ما تقول لي اسم امك؟ ها؟ ما تقول لي اسم امك؟ خويا استحي على نفسك. صدق استحي؟ وعلي استحي على نفسك. ليش شنو هالسؤال هذا؟ انا بس اريد اعرف اسم امك. اقول لك اسم امي؟ ها؟ اقول لك اسم امي؟ انت تقوله عادي بس انا ما عندي هالسؤال. ليش؟ يا مو عيب بالعكس يا اخو مو عيب يا عادي مو عيب بس انا ما اقدر اقول سؤال سؤال امك مو كانت في المدرسه ها امك مو كانت في المدرسه اي كانت اي مو كانوا يصحون اسمها ها مو كانوا يصحون اسمها المدرسات وهاي مدرسات ومدرسين بيناتهم هو ما اقول لك بالشارع قدام العالم اسمه ما حد يسمعني بس تعال شاورني ها شاورني اسم امي اخويا ما تستاهل على نفسك شنو العجاله ليش تضربني ليش تضربني
خويا هو هذا السؤال هذا؟ يعني شو انت قاعد يعني هسه انا اذا اسوي لي مشكله وياك في النار العالم بالشارع يعني هم السؤال ما يسوى؟ مو ما يسوى غير قول لي اذا انت قلت ما يسوى غير ليش ما تقول لي شنو اسم امك؟ يا اخويا مو انت فايخ هذا سؤالك فايخ ليش فايخ؟ يعني هذا السؤال اسم امك شنو؟ اكو شيء؟ اسم امك شنو؟ انت شو اسم امك؟ يا اخي انا اسم امي اي شيء انا ايش اقول لك يا طلعت شنو ايش اسم امك؟ انا ايش اسم امك؟ ايش اسم امك؟ تخيل قلت اسم امك شلون انا اقول لك انت اسم امك؟ ليش تعرك وياي؟ ها؟ ليش تعرك وياي؟ يا اخي هذا مو سؤال لا تعال اضربني اضربني لا اضربني شباب طبعا انتهت الحلقه الى هنا بس الحلقه اكثر من الناس راح يظل يفكر يقول شنو الفائده من هالحلقه وشنو الفائده من اللي هم سووه الفائده انه اكثر الناس قاعد يعير صديقه مثلا باسم امه يقول له ها ابن فلانه ذاك هم يقول له ها ابن فلانه واحد مثل ما تسوي التبيه مثل ما هو يسوي صحيح يلا كمل كمل ما لك علاقه والله العظيم كذاب عادي كمل وهذا حتى اسمه غلط انا مغيره يلا يلا كمل وهذا هذا قيصر مسوي روحه كاظم الساهر ايه المهم يلا انت باسورد على كيفك المهم خل اقول لكم الشغله فنتمنى هذا الشيء ينمحي من مجتمعنا انه شخص يعير واحد باسم امه ويقول له ها ابن فلانه شنو يعني اسم امك يعني شنو ما تفتخر به يعني انت استعر لا حد يقول لي اكتب اسم امك بالتعليقات يعني لا تمام افتخر انت شو اسم امك؟ انا سميرة سميرة شو اسم امك؟ لميعة لميعة انا صبرية توفيق حلو شباب لا تنسون تسوون اشتراك بالقناة وتسوون لايك على صفحة على الفيسبوك واذا تريدون تشوفون كل فيديوهاتي بس كتبوا يوميات واحد عراقي وان شاء الله دوما نقدم لكم ابداع بذول الابطال يعني الابطال حنحررهم حنحررهم الزوراء